أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حين كسر درجني وحين كسر جد جن السيرة الحبيب كيني صلوات ربي وسلامه عليه. برنامج كينا نوم قعدنا سلسلة الحبيب صلى الله عليه وسلم. بئر ماء زمزم، زمزم في قدس تيسعال كيدي بوها حادثة القوان. حادثة اللوات أو دعدي ولبا أسوى عبد المطلب سيد قبيلة سيد وأه وحي هيك حديث الفيل أو حادثة الفيلة. هاد بس لي أهل التاريخ أو رواقع. وير كلا صو وير كعبدة. يونيكي أبرها أمها أبرها أها سكودي وسكودي إنو كعبدة بربري. حادثة وحادثة عظيمة. وحالي رأي ذوك لتاريخ مصر مرن. وحين الدليل عد وأهي نبي الصلوات ربي وسلامه عليه سو ظاهر استيسوي يؤين الله سبحانه وتعالى عربي لدون خير يؤين كعبد الله هذا الشأن أو سن غير كير أو أهان أو بيودك لأيس الشأن كعبد الله هذا أو كلايس لهم وي بريها كلا مراكز عبادة الشؤون تأليهين إن كعبد الشأن غير كوني هاي موجن إله أو موجن هاي حادثة وودع لبالي هذا محايا كعبدو وحكو حرم تاريخ ديانات دين فربضان لكن صومري او دمانتو ده المقصد وده تلماما هي تاريخ ذو دي باكو وده حرم انسانية دي مصير كيسي باكو حرم او هل كاسو آده هي سيدن بيسي لوس ودافوي او حالو دون هي ركني من اركان الاسلام باقوك مسلم كلوغ دون هي ايو ديمه كليتو اني سو ده حجيان لان ان بيت في الله لسو حجيو حتى ديانة إبراهيمية ويقبت واك إله لي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا حديث كان مكي خبر كي سوحوها نيكي أبرها أها أبرها الأشرم بالي رادا وحوها نيكي نجاشي أها بقرك أها دول كان حبشي دا عامل كي دي يمن يمن بو فدي وكيل كي سي يمن بو أها مقالة دي مركز صنعاء هيد يمن عاصمة دي هيد بو حكاد إسبالي لكنيسة آدي آد أول أو أيضاً كلب عن تاريخ الصومري كنيسة سحوب بحيبة الإرادة القليس بتشديد اللام كنيسة أيضاً مركو بسي أي بقر كيسي نجاشي أو شقالها وها ورقة قري أولي هي بقر وحنقو بسي كنيسة أو أيضاً كلا الله بسن سورة قلنا معها إن كنيسة اسمها دمسرو إلا وحندون هي عرب ودن إني كنيسة دا أسو حجيان كنيسة دا سيمن لغو دي سيحاسمة دا يمن وصنع لغا دي سيبان دون هيا إني قبلو أنو قطول لغو سو حج آدو هل كي مكال لغا آدي لها مكا ورقي أساقها أما قرال كي أساقها أو نيكي أبرها أو قري با عرب وركا بو غاروي نجاشي ما مركا وركي لو دري با عرب غارتي وحيم مقلين إن إلهي وكوري بيت كو دي مكال لغا وريكسان دونو هل كان يمن كان يسال لغا ديسان لو ذا اهلي دونو نمرك عرب اها او ريك كان رير كنانا اها او اسك جاهل اها او عربتي ربعك يسها وركي مغلق مد اها يا وركي اهدي اهد اغا حمادي ما كعبدي يبا وحوي لي ملك لغو بدلها يا سورة قل ما هبود كان يسادي بو حق يدا انسو اهدي يمن بو اسوى صفري هبين مذوبو لو مشا كان يسادي بو سوى قلي دي الناس في عم بقول صحراضي دربي كنيسة دا إيماليه قروح ذا بناء ودم بصحراء دي كهلي أسرع ورك أسرع كحمول واتيدي سدوا كلو حيد عن بعض أهل الروايات وحسر وري بختي ومجال ذي يلي بختي إنه كسب بحيوي واجه دو بري بمشي للربي كنيسة دي قروح ذا بناء ذا دلالة يسوع بيت في له لقو بدل لها وابو ذا صحراء بختي نوادح تورين حيوي أرنت هذا أبرها نكي ماركي عامل كاها إيه نجاش وكيل كيسا وقول كاها يمن بقر كاها آدي آدو أغا عرادو ما نكاس مركو حقو أنكو غاري إنو بيت كي إلهي سبحانه وتعالى الدميو عربا سيدان ياشي سوما بيت كو ذا أنيقنا الدمين هيا برو كعبة هو ذا أمان تتكذب وتاك ناميس هل كان علماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مركي لغاها الله وحيت المامان نين كان عرب كان منكر بوسو بي wax aadi aad loo wuxun yebo munkar ah buu suubiyey laakiin munkarkii asaga waxa ka ratimay munkar ka weyn asaga munkar buu raab islaha oo ah in kaniisaddan yaman ku taala muslimiinta ay u soo xaj tagaan ama dadkii waagaas joogay
أي أسوأ حاجة آذان وديانة دا شيء تهيست ما كان منكر كأوره وحكرت من منكر كأكوين وآه إن بقر كي آجاز قارو وكجارو إن كعبدا بأبربريو مركو حيدا منكر كمركة ريبيسو هادو كرت ما هيو منكر كأكوين منكر ما هذا الريبين من قرن إيشا نبى خمر عبقة وحليه إن تكرت وخمرها عبين ومنكر لكن انا تكحل شيء انا دي شماه لان الدلكيس منكر كوي ويخمر عبيس وعسى على هيول قال يرى سلام داونس انا بمبكو تورتو اوتقر حسود ايك دون ود ليس منكر وي انا فيلن كاش سلام دا هندي قتا ون دا ودان لكن منكر كسريبس بولي هي كورتجي دي شماه ان ايك بل ود لاي مرك منكر كمرك ريبس هدو كرت ما هي منكر كاس منكر كوي وكرت ما هي منكر كريبس ما لها وي ولا غفير سنه يا ابكي لو ريبل هبا لا غفير سنه ياوي نبي ين موصو بصلوات ربي وسلامه عليه نبي عليه الصلاه والسلام سيدتنا عائشه مركي لا بين شيكتي وحديث الافت لو سوبيه او الله سبحانه وتعالى بري لي او ايده كسو دجي دد يو وحاجه النبي عليه الصلاه والسلام او جد لي او حد كو في بنت اي شيغان لكن نيكي ابوينا وعبد الله بن ابي بن سلول او رئيس المنافقين نبي ما جد لي بل إلهي وحوده والذي تولى كبره له عذاب عظيم افتي قاسنك أبوين أسجع عذاب وين بقوا هذا إن عبد الله بن أبي بن سلول لسوق بطول لجيد لو حكد لنا يسي أو سي خزرك إلي يسكد عام إن أسجع مرك حد لقو أوغو وحكد رتم يسي إلا وقب إلى إسلايا لأن وحي لي سيد كيني بالا تابطول لجيد لو لإهانيس وأكتك نبي صلوات ربي وسلامه عليه بل عذاب كيس عقاب كيس إلهي بات واللي واقع آيات قرآن إلى يوم الدين الآخرنا إلهي سبحانه وتعالى كسود جيول المهم ننكي أبراها وحالقو يرنيو كان يسدي عبد استيد قرش كو بحسي على أن عرب بقو تليا اللويل ما أنت لما قالي كره لو ما دوان كره قو آن وحو قارو أمركا كعبدي بقى نينا وحو لبربورين حيا وصوبحي بقى لرجيش عظيمة وآدي آد وين بولا صوبحي وحانا لجري بقى لي سقال مرودية بعض الروايات أن سدح يتبن مرودي جيش كورا دا بديس اي مروديته تخيل انتو لاقيا فرس يجيلي وحوى لقيته مرودي بها لغتها ماركيس واتايده أسجن مركي مروديك أقوينا أيو دورتي وحوانو أب مروديك اسمك عيسى لديه جري بالي دي محمود عرب مركي أرنتي بين مقشي واتايده آدي آد بي أغن حين عيدا آد أب اللارا أو مروديه قامين هيو مرودي استعمال هيو واتايده وا وا ادي اد بي وريرين وي واتهيده نمن مركه الحمد لله عرب اهو يمن كو سغنا با كو صوبحي او قبيله او ماركي سادو نفر با اوديغيده لديه جيري قومكيسا يو يير و خود بيت الله با لدمن ربا نين كان ان كو هرتغنو وا الى جهادين نينكي ابراها ام داهين مركي بو او بابيه سيد كودو مركه الحمد لله ذو نفر لا اورن جيري با لا سو قبتي مركه سوير بقر يو هي دلين waxaa dhici karta buuri in aniga baaqi ahaashayda di baaqi yeesho inay khayr ku tahay baa dhici karta wey ninkii markii uu nafar ahaa qabiiladiis waa laga abuud badnaaday waa laga qaalib noqday laakiin asaga uu baaqi la muusan dilin safarkii iyo socdaalkii ayay sii wateen wey waateen markuu marahay meel yiraahdo khadcam waateen waxa uu soo baxay nufayl ibn habib al khadcam min la oran jiray baa uu soo baxay laba qabiilo ay ka koobnaayeen bay ku soo baxeen shahraan iyo nahis la oran jiray oo qabaayil carab ah iyikana way la dagaalameen way isku dayeen ninkii abraha inay reebaan laakiin aykana uu ka qaalib noqday laana ciidankiisa aad iyo aad ay u ballaanaway waateen ninkii markii nufayl ahaa oo qabiiladaas labada jilib ka kooban sayidkoodi ahaa baasayna abraha loo keenay uu baaqi yeelay inuu dilo damca laakiin wuxuu runay waa idilin waxa dhici karta uu dhulkan carab aad ku safareysay inaan daliil kugu noqdo oo ku hor kaco markii waxba haydin dilkiisa waxba ku falimis asagana sidoo kale ayuu baaqi yeelay waateen مركو طائف سو غاري طائف مكه وحير بي اجرتا مركو مكه ما اركيسا كو سو سوده وطائف سو غاري وها او سو بخني لا ادي لا دي جري مسعود ابن معتب الثقفي ريبن الثقيف با طائف دغا رك دور اه اي كو سو بخين وي مركه بقر كو هو دونا اسا و هو ملي مركه ابرها اي كان كو ان ان لا دغالم ربان مركه سي كو يراد بقر انك كو لما دغالم رب انك حرمنا بيدين السمع والطاعه ان كو بندغنو إن أنا أوغانا ربنا ماشي كو سعود وربنا سو غار غاري وأه إن أنا مكة كو سعود أنا كو حنو درن بين طائف لأن طائف إله يري كو عبودان إيسو سدينو اللات الذي جربي كل هاي هذا تحيد لهن طائف
gurigi iyo meeshii wax ku caabudeen aadan u soconin oo halka imi ka u socoto waan ku la soconna nin daliil oo dhulka ku tusana waan ku yeelina laakiin taayif hanaga aadan bi ilaahin waatere waatere asagana waa wadaa wuxuu yiri man yahay taayif ma suudi halka iyo makkah u socda nin bay ku soo dareen markaa ilaahi waa ku ruuxo li yiraahdo al aswad ibn maqsuud waatere suuma arkaysa dhulka u tuso oo meeshu makkah ka gali lahaa iyo halka safarka ka aadi lahaa oo uu daliil u noqdo waatere makkah markuu ku soo dhawaaday ninkii abraha ahaa ciidankiisa iyo maroodigiisa iyo alaabtiisana uu wato waatere ayuu wuxuu u diray niman dhowr ah magaalada makkah bal wuxuu yiri magaalada intaa tagtaan waxaad soo arbushi kartaan bal soo arbushi magaalada makkah ahayd bay yimaadeen xoolo ma arkaysaa 200 oo neef oo geel ah oo markaa cabdulmutalib uu iska leeyahay ibn haashim oo nabiga awoogiisa sallallahu calayhi wasalam oo markaasna quraysh sayidkeeda ah ayay gacanta ku dhigeen wey waateen waana iska carareen waa noqdeen wey reer makkah markuu warkii markuu soo gaaray oo aninkii inuu soo dhawaaday uuna doonayay beytka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu burburiyo qabaailkii iyo jilibyadii quraysh ka koobnaaba kulan degdega suubiyey waxay isku dayeen in ay ka hortagaan oo ay ninkan la jihaadaan oo beytka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhiciyaan mushaawaro dheer iyo tashi dheer kadib waxay ogaadeen inaysan awood u lahayn ayna ka hortegi karin maxaa yeelay ciidan aad iyo aad u fara badan ilaa ma arkaysa 13 maroodi wato waxay ogaadeen inaysan wax daaqa ah iyo wax awooda u lahayn markaas waxay bilaabeen in istaraatiijiyad kale inay la yimaadaan inay isku dayaan ninkii abrahana wuxuu magaaladii makkah u soo diray nin la yiraahdo xunaat al-ximyari oo uu leeyahay makka sayidkeedii igu yar ninkii baa makka yimaaday wuxuu ku yiri waxaa la doonayaa sayidkiin inuu boqorka la kulmo waxaa markaa idaa sayid u ahaa magaaladii makka nabiga awoogiisa sallallahu calayhi wasalam cabdulmutalib ibnu haashim buu awoogiisa koowaad wey waa uu soo baxay ninkii isaga ahaa abraha ahaa ayuu ma arkaysaa la kulmay waana uu sheegay wuxuu ku yiri abrahow wax ilaahay subxaanahu wa tacaala annaga dagaal ahan kula maagannahay lama arko awoodna uma lihid laakiin waxaan rabaa wuyuri inaan kaala hadlo 200 neef oo geel ah oon aniga leeyahay baa lasoo qafaashay 200 neef oo geel aysi ninkii abraha ahaa hadal cajiib buu ku hadlay wuxuu yihi cabdulmutalib oo markaan ku arkay waan kaa heebaystay buu yihi laan cabdulmutalib waa kaan soo sheegnay nin xoog badan oo qurux badan oo heybad leh buu ahaa waan kaa heebaystay buu yihi waxaana filayay buu yihi inaad igala hadli doonto beytkii ilaahay subxaanahu wa tacaala hadumini oo beytkii ilaahay ka noqo wax weynoo maqsada inaad igala hadli doontaan moodahayay walaakiin afkaba haddaad furtay waxaad ku hadashay buu yihi 200 neef oo geelo lagaa soo dhacay markaasu wuxuu ku yidhi cabdulmutalibow abrahamow ina lilbeyti rabban sayaxmiih beytkuu ilaah buu leeyahay ilaahaasaana ilaashan doono anigana wuxuu yihi 200 neef oo geela baan leeyahay anigu 200 neef oo geel inaa ilaaliyo oon daba taagnaado ayaa shaqo ii ah ama beytkaad u socoto soomaa qurayshna kula dagaalami mayso beytkana ilaah buu leeyahay waxaana hubnaa buri ilaah beytka inuu ilaashan doono subxaanahu wa tacaala waa taayde abraha markuu wuxuu amray wuxuu yihi ana rabbul ibil wa ana lilbeyt rabban sayamnacuhu waa taayde abraha markuu wuxuu yihi waayi 200 neef oo geela cabdulmutalib haloo sidaayo 200 neef oo geela markuu gacanta ku dhigay isla meeshii asaga buu haddi aga dhigo uu ku sadaqaystay wuxuuna gudagalay ahaali makka inuu la hadlo markuu ciidan xoog leh baan soo arkay wuxuu yihi bal magaaladii baneeya maxay magaalada u baneynahayaan awalan in ciidankan maroodiga watee raba inuu beytka dudumiyo uusan dhaawac iyo qaabdaro u geysanin thaaniyan inaysan arkin beytkii ilaahay hortooda lagu duminhayo ayagana aysan waxba ka qaban karin wey waxay bacdu ahli siyar sheegaan cabdulmutalib markuu abraha ka soo noqday inuu beytka soo hoos istaagay kacbada hoosteeda yimaad uu yidhi laahumma ina almar'a yamnacu raxlahu famnac rixaalak laa yaglibanna saliibuhum wamaxaaluhum غدوا محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك كعبد هوس هذا أنتم يستهج عبد المطلب والنبي أبو جيسا سيدنا وها قريش مركا أيضا وهذا الله ذنبه الله اللهم حكى لك أنت إلهي إن المرأة يمنع رحله قفك وحوما يا أو الربا وحي أسجى معركيسا خسي أو الحمد لله جديد كيس وحي أسجى معركيسا علاقة له فمنع رحالك إلهي ما أنت رحلة ذا ماشي لوش وقصده يبيت كذا إلهه أديك ما أنت الدفاع
أنا وحيد اللي ودي بقوله النيف وجيلة وصوت حصلت إلا هو هذه البيت هاي مجرنا يسا لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك إن كنت تاركا وقبلتنا هدات كتجيس إلهي ما أنت إن من كان بيت إلهي بربريان والدميان فأمر ما بدا لك أمر أديك كو ظاهر لا يذهب ويو قام أديك أدقارتي يأقل عشاء أديك حقا كاء هذي أم بيكد من كرا وإلا إلهي وبيت هاي عبد المطلب مركا هذا الله ذا سبوكو هاللي بيت كير واسكا قلت هاي قل إيه ما كنت جنان وحكور ورنمي وماشن دمين يأولو يدوم بأوسع سعودة ككال عرر مجالك واتهي لي وتهيأ أبرها لدخول مكة نكي أبرها مركا وحكو ذا قال إنو ديار قروو مجالة دي مكة هي تسوكو سوقلي لها مركو وراه وادي محسب وبين مزدلفة ومنع مركي مزدلفة لغا سوتوغو منان أهل سوغارن ميل وحاجر تليراد وادي محسر حجيد وين مران لبه كمران وحانا سنة إنا اللي قد عيشنا أرض أما الصعد في عن لغمره لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرض بكم رجيلة وأنا ماشي أبرها اللي هو هلاقي دونوه ماشي مركو مره هي يا وحي وجودك قلين مروديه دي إن أي فريستان أو إسعوم وعيان بحاكو بالله ذي إن معجزة دي إلهي سبحانه وتعالى سورة ألم ترى النوغو ورمي أي أركان وابس كوضة فريستان مروديك هدي اللوجي هي حق يمن ووسعون هيا هدي اللوجي هي حق إلى الشام ووسعون هيا حق إيه بيت المقدس هدي اللوجي هي واسعون هيا واتين لكن ما كمك حق هذا لو سوجي ديو وفريستان هيا أول واتين مشرق هدي أجي ديان مروديك وأرد هيا سعود بوديار ويا الشام سيدوك له يمن سيدوك له لكن هدي اللوجي ديو بيت إلهي إيه مكة وأفريسان هياو مركي أركين إني مروديك دقاج الله إيهين با إلهي سبحانه وتعالى هذا نوح أسود دل الشمبر جماعة جماعة يرهن رهن أسودان وأفكا يلا بذا قعموت دق حانك وضاوي وات هيدي وات هيدي شمبر والبهالكي شمبر بوحو وضا سردح دقح من نأفكو كسي دا لبكا لنا لبذا قعمو أيوكو كالسي داوي وات هيدي dagaxyaha waxaa leeyahay dagaxya yar yar oo cadaska ama ma arkay ama humus ka baalkan ee dhahan oo anaga aan cunno ayuu la egyahay laakiin qof kuma dhacaan illa qofki jirkiisa go'go ahayow waateed waxay guda galeen in ay meeshii goobtii waadi muhassir oo ilaahay ku halaagay oo makka ateeda afka makka weyn in ay ma arkayse alxamdulillah ka cararaan oo waadigi ka dhaxbaxaan ninkii marka nufayl aha oo qabiiladii hoggaaminayay sayidka aha oo ay soo qabteen baan la socday oo dulka carabiga qaanay ninkiiba waxay guda galeen inay leeyihiin war nufeel ibn xabiiba oo xageen ka baxna markaas wuxuu guda galay asagana inuu wadada yaman tus war halkaan carabada yaman waa carabada halkaan daa carabtaan waxba ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin yeeli maayo nufeelna wuxuu dhihi jiray baa leeyin ayna al mafarru wal ilaahu talibu wal ashramu al maghlubu laysa al ghalibu wa taydi ninkii markay xagee maanta baa loo cararayaa buuri ilaahayna subxaanahu wa ta'ala cadaabkiisa kii suura gelinayo dalbahayo نكي أشرم أها وأبراهيم من الأشرم أهانا ما أنت هو مغلوبه وحب بدن بقبائل سودر دري أمت سوها لاجي لكن ما أنت ليس الغالب ومتي غالب وحب بدن ما هوي واتري قبل كلا لا بتري وحود بيجي وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا لما أيضا كي أبراهيم ما أنت أنا إتوجه يا مولى ورنفيل وحاجين كبحنا ودنا تصب إليه مولى وحد مدابري حبشدي ودنا إني نكي نوفيل أهدين كليين وكل جسديس هيا موتى وكل القوم يسأل عن نوفيل كأن علي للحبشان دينا فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك أما نكي أبراهيم أها أبراهيم ابن الأشرم نكي أها نكي أسقى إلهي سبحانه وتعالى أبوح أصدري عذر عذر با إلهي كهلكي سببي أنا مشي سيح حبنه سيني حبن حبن أقوقو أنوي bagaaladii san ahayd ma gaarin baaliri illa wuxuu gaar asagoo xubnis barobar ay maqan yihiin way markuu ilaahay wa guuro ihiin sanca xaruntiisa gaarina xabadkii iyo sadrigii baa soo daatay oo ma arkaysa alxamdulillah ilaahay ka soo daadiyay si xun oo meeyta oo xun ah buu ilaahay subxaanahu wa ta'ala u dilay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa ka naga leeyahay alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadliil wa arsala alayhim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول واتهيلي سورة داس
أيو إلهي سبحانه وتعالى نغو الرمي هبكي وعذابي قليه الدوني إلي كعبدي إلهي يبيت إلهي سبحانه وتعالى ددميا مالك مركو وحي كدن بي عربتي جزيرة العرب كنا وليد وحي قدقلين إن أي ويليان قريش بحي لهدين هم أهل الله قريش إلهي سبحانه وتعالى أهل كذوي كان إلهي سبحانه وتعالى أبد بادي سو معركتان قاتل الله عنهم وكفاهم العدو تعظيمنا بيت إلهي وأزيادي بيت إلهي وحمرك كدن بي وحاله قال إنه إلهي اللي حق سجين هي تعظيم بيت أزيادي سدوك لوي واتهدي أشعار فربضا يأمان فربضا حادث ذا اللي هو أمان هيرا عرب واتريين سنة كاسم وقوم قعدران وحل يرى عام الفيل سنة كمروق ذا اللي يرى ذا حادث ذا أما قصة مركي وين تهي سنة كيدا حتى ما قعب إيالتها وحديه جيران عنق اللي بس أنا كهر رشا بحديه جيران عام الفيل اللي بس أنا كهر أيو بش عنقي سنة كاس رشان عام الفيل بو رشا لديه جير عنقي اللي بس أنا كدب رشان وحديه جيران عام الفيل بعدها بسنتين تاريخ لإن بدن بعد كواركي ساوي حادثة مركة وحقيقة إرهاص هي تقديم لقصو دوين هي نبينا دلشيدي صلوات ربي وسلامه عليه هي إنو باطل كزولة هي حقين ويحي مركة كدن بظاهرها يوي نبي عليه الصلاة والسلام دلشيدي سا هي حادثة أهل السير وحيات المامان إنه يقول حيسي كنتن هبين أما شن إيو كنتن هبين لأن حادثة محرم بين عضي نبي إننا صلوات ربي وسلامه عليه وحلا دل الدونة ربيع الأول مركوا كنتن هبين أما شن إيو كنتن هبين قد أهان حادثة إيو حكو سهرسان وحيه التقديم إرهاص لغي ورمها يا نبي إننا دل شديس صلوات ربي وسلامه عليه إيو باطل كيين وحي مركة إذا كدن بي وزول حيوي واتهلي ندرو عبد الله عبد المطلب ذبح احد اولادي عبد المطلب سدوا كل حادثين كونولا وحيا انتو نولا حادثين كدعوا حكميد اهيد انو كون ندري ان اولادي سهدي 18 غارا مد كميد او غورو واتهدي معايا مركو زمزم قديس تيدي دبعي وحو دريمه ضعف فرب بدن بو دريمه هلكي وخ لو قدو واي هل ويلو حارث لا دو عرض كيسا مبا مركا اونولا اله سبحانه وتعالى وحو ندري مركا اذا هدو إله سبحانه وتعالى تبان ويلسيو أسجنا أونولية واتهدي إنه مد كمدة وجور عدانوي ويلش مركا الحمد لله عبد المطلب أو نبي جوجس أودا لتبان بأحيان الحارث وبيك هو نعرض كأ هو يدي سهو يجو نبي أهيت وحلا ديه جل الصفية بنت جندب هو يدي سلبيه جلو الزبير وأمه فاطمة بنت عمرو بن عايد المخزومية وويل كلامات أبو لهب عبد العزة وأنك تقانين ونبي قادير كيسا عبد المطلب وليش يسميك سدحاد وها صورة المسد تبت يدا أبي لهب إنك اللي وقاها اللوي أسوه النبي قادير كيسا إلهي موافجين إنه رميوي وإذي شو حالة ديه جرى آمنة بنت هاجر نك أفراد أما أذيرك أفراد وحالة ديه جرى المقوم وإذي سنو حالة ديه جرى هالة نك شناد أما أذيرك شناد وضرار ضرار شقيق العباس بوها عبد الله بن عباس أبي سي وضع دشير ويدو ذن وحلديه جري نتلة نك اللي حدو أبو طالب سيدنا علي بن أبي طالب أبيه سواي نبي قاعدي ردي سأيو كمدها ويدي سنة وحلديه جري فاطمة بنت عمرو ابن عائد المخزومية أسجى إيو زبير أبو طالب إيو الزبير بأسكوه يا نك تدوبات ونبي قاعدي ردي سو حلديه جري جح أما حج لوحد هذا لا بتقديم الحائي على الجيم ويدي سنة وحلديه جري هالة بنت وهيب نك سيدي لا تحوها عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم نبي أبي سيؤها وهو شقيق أبي طالب والزبير وحمرك ماشي هسعيدة اسكه يوضعها أبو طالب وعلي بن أبي طالب يا عبد الله نبي أبيس يا علي بن أبي طالب أبيس يا زبير انت اسكه يوضعها ين هو يوضع وحلديه جري فاطمة بنت عمرو بن عائد المخزومية هذا يركو سدحاد حوها سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه سيد هذه الأمة أو شهيدها هويدي سنة وحلدي جرى هالة بنت وهي واتعدي نكا تبنات وحوها العباس عبد الله بن عباس أبيس رضي الله عنهما وأرضاه هويدي سنة وحلدي جرى نتلة هذا رضا مركة وحا النبي سوق قاري صلوات ربي وسلامه عليه وحوها أبو لهب يا أبو طالب يا العباس يا حمزة أفرت هذا ربا النبي سوق قاري صلوات ربي وسلامه عليه يا رسالة ديس ونبي مركي النبي من الله أدري أفرت هذا ربا قوب جوق أها لبا النبي رميسي صلوات ربي وسلامه عليه سيدنا حمزة سيدنا عباس نبي واي رميين وانا إسلامين وانا أقرقارين وانا أنسرين صلوات ربي وسلامه عليه أبو لهب النبي أعدادي سأيو كمدأها أما أبو طالب وسيدنا علي بن أبي طالب أبيه سأها
نبيغا مرومين لكن وأوغر غاري سيدان تاريخ دو إن بدن كاركي دونوي أدير رضا استوبنكا أيو نبيغا لها صلوات ربي وسلامه عليه عباس بن عبد المطلب بأغو يربالة خلافة لابن إسحاق أسير من إسحاق وحولين نبيغا أبيسي بأوليش أغو يرا عبد الله ونبيغا أبيسي بأوليش انتوبنكا أغو يرا سادرت عبد المطلب عبد الله ونبيغا أبيسي آدي آد بوجعلا وأركي دوننا حوله وكبيحين دونه مقرن إيسا ابن إسحاق أسير ساس وقبا لكن بعض أهل السير كالوحي عدين هيان وآدي آد وحوجين هيان أصغر الأولاد إنو أها واتهيده عباس وعبد الله بن عباس أبيسا أما قبلها وعبد المطلب أود علي ونبيك أيدوين كيساها لحبة لغوشيغا إني أهين صفية يا أم حكيم وهي البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة لحبة سي أهين أيدوين كنبي عليه الصلاة والسلام إني نبيك أيدوين أهين بأوشي شيغينا إني نبيك أذيرو أهين بأوشي شيغينا صلوات ربي وسلامه عليه شخصيات عظيمة بعلاقة لي شيء ساسي كشرفوين إيقنا مقصد كوان فهمي سابا في الحياة أما صفية يا عاتك نبي وسوغارين وأنا رميت صفية بنت عبد المطلب نبي عليه الصلاة والسلام وسوغارين واتهيلي وأنا رميت صلوات ربي وسلامه عليه مركو التوبن غارين عبد المطلب نو كون ندري أولادي إني ويليش التوبن غارين متك ميدا نقورا حمودين هي هل كاس التعليقين بريتو لكبلا وندونا إن شاء الله تعالى سيرة الله نو أنفعه الله نغيل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إناس نوجو دونا بركة ودونا إن شاء الله تعالى قولوا ما تسمعون صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.